بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طيب يا إخوة خصوصاً بتكوين كثير من الزملاء راسلوني آه طبعاً إحنا ملاحقين الشراء من هذه المناطق يا إخوة تقريباً سبعة وعشرين لأن الهدف يستحق إن شاء الله طبعاً الهدف لدينا هدف عند خمسة وثلاثين ألف خلونا يا إخوان نأخذ الفريكتال آه بشكل أدق طبعاً الفريكتال المتوسط اللي آه تكون لدينا هو في هذه المنطقة تمام؟ لو اخذنا الفريكتال يا اخوه لو اخذنا الفريكتال بهذا الشكل وطبقناه على فريم اكبر هنلاحظ انه صار معنا الفريكتال بهذا الشكل يا اخوه تمام زي ما تحدثنا انه ملاحقة الشراء سواء من 26 الى تقريبا 24 ان شاء الله باذن الله نلحق على الموجة للصعود الى 35 الف الشيء المهم يا إخوان اللي حبيت او اريد انبه له انه في هذا الفريكتال هذا الهبوط اللي حاصل الاخير في الفريكتال بيوضح انه الى تقريبا هذه المنطقة الى اعلى هذه النقطة اللي هي هذه المنطقة اللي احنا فيها تماما عند خمسة وعشرين الف واربعمية انه ممكن هذا التذبذب حصل تباطؤ مع العطلة واعتقد انه ممكن في اي لحظة نكون انهينا يا اخوة الهبوط هذا اللي صار وحاليا احنا في التذبذب العربي هذا فقد يصعد السعر في أي وقت الاحتمال الآخر يا إخوة أنه ممكن ينزل يسوي قاع أخير عند 24 ألف ومن ثم نصعد زي ما تحدثنا أنه إن شاء الله بإذن الله أنه الفرصة تستحق يا إخوة أن الواحد يلاحق السعر في الشراء للبيتكوين من هذه المناطق لأنه الهدف زي ما تحدثنا تقريبا عشرة ألف دولار صعود والصعود راح يكون سريع جدا وعنيف إلى تقريبا أربعة إلى خمسة ألف فلذلك الاحتمالين واردين إما إنه إحنا الآن في هذا التذبذب اللي هو الأخير قبل الصعود أو أننا لازم نسوي مثلا هبوط بسيط إلى تقريبا أربعة ألف ومن ثم نصعد إلى الهدف بهذا الشكل لأنه يا إخوة لو قلنا أنه هذا التذبذب هذا اللي فوق صار هنا خلاص الهبوط هذا اللي صار تقريبا حصل فيه تباطؤ إذا صار فيه تباطؤ يا إخوة فإحنا تقريبا بنكون في هذه المنطقة أما إذا ما صار فيه تباطؤ وحب السعر أنه يزيد يصحح أكثر من ما صحح حاليا فأعتقد مناطق ألف باحتمال 40 إلى 30% إنه يهبط إلى 24 ألف ومن ثم يصعد لأنه أنا أحتمل بشكل كبير إنه ممكن يتذبذب في هذه المنطقة اللي هي عند 26 ألف أو 25 ألف وثمانمية ومن ثم نبدأ الصعود زي ما تحدثنا يا إخوان إنه الفرصة تستحق إنه ملاحقة الشراء هذا ما حبينا أن نوضحه في هذا الفيديو وربنا يوفق الجميع إن شاء الله في أمان